بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المثال هنتعلم كيف نعمل توليد عشوائي للصورة. العشوائية هتكون عشوائية في المكان وعشوائية في الحجم، وهذا زر remove اللي بيقوم بحذف الكود. في البداية هنفتح ملف جديد بـ ActionScript 3، وبعدين هنسحب الصورة. وبعدين احنا عندنا F8، هنحول الصورة هذه لموف كليب وهنصغرها. بعدين عندنا في زر الزيادة وزر النقصان او الزر اللي بيعمل دوبليكيت. نفترض انه هذا هو زر الدوبليكيت، وبنحدد الزر، بعدين بنعمل كليك ايفنت كليك اوكي. طبعا هو موف كليب، ممكن نحوله لزر مرة تانية. ها هاي ديليت كنترول بي F8 هاي بوتون اوكي. بعدين في عندي كليك ايفنت اوكي. الآن هنجيب كود الدوبليكيت، وفي عنا الكود هذا كله كنترول سي. هنيجي للكود كنترول في، هناخد سطرين الدوبليكيت كنترول اكس كنترول في. بعدين المفروض الموف كليب يكون اسمه ام سي، فهذا عنا ام سي. وحنوقف الستريكت مود عشان ينشئ أجسام جديدة، وعند ما يعمل كليك هيضيف موف كليب جديد. وبعدين موف كليب هذا مبدئيا هنغير الاكس بتاعته، مثلا تكون 100. وطبعا لازم ندخل ونحط هنا ستوب عشان يشتغل الدوبليكيت معانا. هاي نسخة جديدة وجابها على الاكس 100. طيب احنا دورنا الان انه بدنا الاكس والواي يتغير، وغير هيك كمان الاكس سكيل والواي سكيل، يعني مش الاكس وبس، الاكس سكيل والواي سكيل. اوكي، هي سكيل اكس، وعندنا كمان نفس القيمة سكيل واي، هنديها برضو قيمة عشوائية. مبدئيا نخليها 100. المفروض نجيب قيم عشوائية للأماكن الثلاثة هدول، للإكس وللواي وللسكيل إكس وللسكيل واي، إذا بدنا نجيب الفونكشن العشوائية. طيب لو افترضنا انه هذه هي الفونكشن العشوائية، هي كنترول سي، هنحطها هان كنترول في راندوم رينج. الاكس المفروض تشتغل معايا مثلا من الصفر، او بلاش من الصفر، نقول عرضها يعني من 70 لحد 500. نرجع تاني هنا الاكس راندوم رينج من 70 للـ500. نجرب. احنا السكيل خليه 1. تمام، هو هذا حجمه الأصلي. طيب راندوم رينج برضو نفس الشيء للواي، وهنا برضو عاوزين راندوم رينج، لكن الراندوم رينج في السكيل اكس والسكيل واي هي قيمة المفروض تكون بين
النص والواحد، أو بين مثلا الصفر والواحد، إذا كان القيمة اللي أنا بدي إياها من حجم الجسم وأصغر. لو كنت بدي من حجم الجسم وأكبر، فالمفروض آخذ من الواحد وأكبر. إذا بالتالي ممكن نحكي له بين 100 و200، وبعدين اقسم القيمة هذه على 100. فبالتالي هنا من القيمة الأصلية 100 على 100 واحد، يعني من 1 إلى 200 على 100، يعني إلى 2، يعني من 1 إلى 2، يعني أكبر حجم حيجي الضعف، وأصغر حجم حيجي هو الحجم الأصلي. هذا مش الحجم الأصلي، لأنه إحنا صغرنا الصورة، فإحنا ممكن نرجعها لأصلها. هاي اللايبرري، وهي الصورة الأصلية مثلا، وهاي F8 موفي كليب، وهذا بدنا نسميه MC. هيك هذا بحجمها الأصلي. طبعا الحجم هذا كبير كتير ومش مقبول مبدئيا. هاي الستوب، هيك صار يشتغل أماكن عشوائية وأحجام عشوائية. طيب إجمالا اللي هو الحجم هذا كبير كتير، خلينا نشتغل من 0 لل50 وناخد الصورة هذه مثلا برا، نعمل كنترول انتر، وممكن هذه الصورة نصغرها بالحجم اللي احنا عاوزينه، نحطها في النص زي هيك، كنترول انتر. طبعا الصفر صغير كتير، فاحنا ممكن نشتغل مثلا من 30 لل70، كنترول انتر. طيب في كمان عندنا عشوائية في اشي تاني، او عفوا هي في افكت الها. ايش الافكت هذا؟ انه الجسم نفسه بيبدأ مختفي، هاي نرجع مرة تانية، هاي نحذف هذه الاخيرة، وبيظهر. اذا بدل ما نحط الستوب هذه هنا، ناخد الستوب هذه كنترول اكس، وبنحطها على اخر فريم F6. المفروض هذا الستوب تيجي هنا كنترول في، والمفروض انه بيبدأ مختفي، يعني هذا F8 حيكون موف كليب. هناخد نسخة منه هنا ونحط له مرة تانية ستوب، وبعدين في النهاية حيكون ظاهر، وفي البداية هيكون مختفي، يعني الألفا 0. هنعمل له كلاسيك توين، يعني أصبح بالشكل هذا، وكل جسم جديد هننشئه هيشتغل بنفس الطريقة.